راح يضربها على حسين. على حسين يرفع كرة وحسين سعيد زين عالية. احتياط الفريق العراقي لمباراة اليوم والكادر التدريبي والطبي. حسين سعيد إلى أحمد راضي. أحمد ممتازة يفتح كرة إلى حارس محمد. يلحق عليها حارس ويسيطر عليها. تحويلة جيل ضربة ممتازة من حسين بعد هذا حسين يقدر يحول. تحويلة جيدة الفريق العراقي وتروح إلى حارس المرمى إلى منتصف الملعب. باسل جورجيس باسل إلى خليل محمد علاوي. الكرة في الوسط خليل في جهة اليمين مدافع اليمين خليل محمد علاوي إلى حارس محمد. حارس يضرب من بعيد ويمسك حارس المرمى. حسين إلى أحمد راضي. أحمد يطلع يضرب ويمسك حارس المرمى. وضربة فاول حرة مباشرة. صفر الحكم. وكرة عالية ويبدأ بعده. ضربة ممتازة برأس المدافع وتروح إلى شاكر محمود. إلى غانم عريبي الصاعد في منتصف ملعب الفريق السوري. إلى علي حسين ممتازة وعلي يطلع علي يبرز. الله ضربة بديعة جدا من علي. لازم تثمر هذه الهجمات عن شيء ما معقولة. حسين ممتازة يطلع لعلي حسين داخل منطقة الجزاء. فريق العراق يسجل الهدف الاول مره اخرى. حسين سعيد يطلع على علي حسين دعوة. هاي لازم تثمر عن هدف. جول وضربه قويه والى الهدف. وصفر الحكم بانتهاء الشوط الاول. انتهى الشوط الاول اعزائي المشاهدين بتقدم منتخبنا الوطني بهدف واحد سجله حسين سعيد في الدقيقه 29. لا تنسون التعادل مو بصالحنا. خليل ممتازة يخلصها في منتصف الملعب. خليل محمد علاوي. حسين سعيد يتركها إلى باسل جورجيس. باسل ممتازة إلى حارس. حارس يسوى البعيد يضرب بعيد. جول شاكر يسجل الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني. شاكر يسجل الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني في الدقيقة الثالثة من المباراة. جول الهدف الثاني في مرمى سوريا. يرادلنا هدف يرادلنا ثالث ورابع. وتشوفه مرة أخرى شاكر جول ممتازة. خليل مناولة انقطع من الفريق السوري. وعدان برجال ما يتوصل للمداحجة من الفريق السوري. والحكم ضربة جزاء. لا كرة ما لازم تلعب هيك يا عدنان. ضربة جزاء للفريق السوري. ضربة جزاء في الدقيقة 8. شوف مرة أخرى عدنان درجال ما لازم ترجع كرة صحيحة. مع الأسف يعني ما أنطي قوة. احنا بالقوة اللي ما نجيب الفرق. والله يا على كل وليد أبو السيد يلعب ضربة الجزاء. ضربة جزاء لا على كل هذا لعب ضربة جزاء. لعبت الكرة ويسجل هدف سوريا الأول. وإحنا 21 دقيقة والعراق متقدم بهدفين مقابل هدف واحد لسوريا. ضربة فاول جدار من الفريق السوري. ولازم 10 ياردات.
يقول له لازم يبعد 10 ياردات. اللعبة تجي دار وضربة زاوية لمنتخبنا الوطني. باسل جورجيس وخليل وعدنان دجان. الى خليل محمد علاوي اضرب خليل محمد علاوي 40 مره مساويها. جول لمنتخبنا الوطني الرابنا. جول هاتي جول جول للعراق العظيم. جول الهدف الثالث سجله خليل علاوي. فخ مشاهدي الكرام ومستمعيني 40 مره مسوي هذا الفاول بالتمرين. كل ساعه نسوي بالتمرين. جول للعراق جول للعراق 3-1 للعراق. جول شوفه من بعيد. خليل 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 حسين حسين الى احمد راضي والى حسين سعيد واحمد راضي وعلي حسين ماخذ له مكان خارج اليسار. علي حسين يحول كره خل وضربه زاويه لمنتخبنا الوطني. ضربه زاويه فريقنا دي. شوف هذا ناطق هاشم يسوي حمال انسيته معاه وراح يجري تبديل في الفريق العراقي بتخسير. راح يقوي خط الوسط في سبيل انه يحافظ على النتيجه وان شاء الله نحافظ على النتيجه. اعزائي المشاهدين 43 دقيقه باقي دقيقتين على انتهاء المباراه باكملها. دقيقتين تفصل العراق عن كاس العالم والفريق العراقي متقدم بثلاث اهداف مقابل هدف واحد لسوريا. دقيقتين دقيقتين وضربه وتسلل لمنتخبنا الوطني. دقيقتين فقط اعزائي المشاهدين دقيقتين تفصل العراق عن كاس العالم لاول مره. اذا انتهت السافره باذن الله العراق يوصل الى كاس العالم. وضربه فاول لمنتخبنا الوطني. ضربه فاول لمنتخبنا الوطني واحنا 50 ثانيه والعراق متقدم 3-1 واللعبه في الكره. واحسن ضربه راس يبعدها حارس المرمى لكن احتسبها الحكم احتسبها الحكم. وصفر الحكم معلن انتهاء المباراه. مبروك للعراق العظيم. مبروك بوصول العراق الى كاس العالم. مبروك 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 للعراق العظيم. شنو منشي انت؟ حرب بناء رياضه. مبروك لجيش العراق الرياضي منتخبنا الوطني بكره القدم.